بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم.